هذا حال طريقي إلى المستشفى الجمهوري في الجانب الأيمن من الموصل، والمشاهد في المكان تحكي قصة واقع الحال وأين انتهى المطاف بالمجمع الطبي في المدينة. 6 مستشفيات رئيسية طحنتها الحرب وأصبحت تركة ثقيلة على كاهل 4 ملايين نسمة يعيشون في المحافظة. والله يا المستشفيات كانت زينة بالنسبة للجمهوري، مستشفى جمهوري كان مستشفى جراحي، أرقى مستشفى بالموصل وأرقى مستشفى بالمنطقة الشمالية أيضا من العراق. أما بعد شو اسمه بعد هذول بعد مجيء الدواعش الله يكفينا شرهم، المستشفى انقصف وخرب، وهذه وهم كانوا مستهدفين المستشفى يعني بالذات لأنهم من المستشفيات الراقية. منذ تحرير المدينة قبل 4 سنوات ولا تزال غالبية المستشفيات بمواقع بديلة غالبيتها كرفانية يلجأ إليها ضعاف الحال ممن لا قدرة لكاهلهم على تحمل تكاليف المشافي الأهلية، فقد سحقتهم نار الحرب من جهة وأجهزت عليهم سنوات عجاف كانت قاسية ما بعد الحرب. احنا هاي صار لنا 4 سنوات من تحررنا لحد الان ماكو كل شيء، يعني لا علاجات لا بناء لا يعني خدمات، تعبانة لأبعد الحدود ويا العالم بلا كل شيء تعبانة. هذا ما تبقى من اكبر المجمعات الطبية في العراق، وبين كل الخراب والدمار هذا خلية نحل تعمل داخل غرف صغيرة وجنود يقاتلون بعديد دون عدة. عدستنا دخلت إلى صالات العمليات الجراحية، قرابة 700 عملية جراحية تجرى كل شهر في هذا المستشفى الكرفاني، ويحتمل الكادر الطبي ما لا طاقة له به، وبصورة أو بأخرى فهو صامد حتى اليوم. هذه المستشفى الكرفاني عدم رغم قناعتنا وقناعة الناس بها، لكن هي حاليا تقدم الخدمة والسد فوق الثغرة، خاصة علاج الناس المتعففة والضعيفة. تعرف أنت ظروف محافظتنا شهريا إذا ما صار عندنا مثلا توقف بالعمليات 600 إلى 700 عملية كبرى. هاي المستشفى الكرباني. نعم هاي المستشفى الكرباني. يشتكي الناس من قلة الدعم والكوادر الطبية ما بين نارين، والحال منذ سنوات على حاله، وقد يبقى كذلك إن لم تلتفت حكومة بغداد لمدينة قيل أنها قد حررتها، ولكن على ما يبدو أنها أهملتها وتناست عن حال أهلها بعد ذلك. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.